كما هي عادة الميليشيا دائما تنتهز حالات السلام لتشن هجماتها على مواقع المقاومة والجيش الوطني في محاولاتها المستميتة للتقدم والسيطرة. الأنباء القادمة من الميدان تقول أن مناطق جديدة تابعة لمحافظة تعز دخلت ضمن قائمة أهداف الميليشيا للتقدم، فعزلة الجبزية في مديرية المعافر وقرى مديرية مقبنة تعرضت للقصف بمختلف أنواع الأسلحة، بالإضافة إلى قصف تعرضت له مناطق ثعبات وقرية الديم ومحيط مبنى المحافظة. وحاولت عناصر الميليشيا التقدم في مواقع سبق للمقاومة السيطرة عليها قبيل الهدنة المعلنة، والتي تتعرض لانتهاكات يومية وفق ما يعلنه المجلس العسكري في المحافظة، والذي يجري عمليات رصد يومية. نشكرهم على ما يبذلوا، نشكرهم على الصمود، نشكرهم على التضحيات، معنوياتهم مرتفعة، وإن شاء الله بهم بإذن الله وبعزيمتهم سنقهر العدو ونهزمه في القريب العاجل إن شاء الله. مصادر أخرى قالت أن تعزيزات كانت في طريقها للميليشيا عبر مناطق موزع والمخا قبل أن تستهدفها غارات لطائرات التحالف، ومنذ فترة ليست قصيرة تشهد تلك المناطق اشتباكات ومواجهات بين الميليشيا وقوات المخلوع والمقاومة، التي يقول قادتها أنه لا إمدادات تصلهم ولا اتفاقات تمثل أمامهم.